اختبارات مجانية لكرة القدم. طبعا كلنا عارفين ان موسم الاختبارات بدأ من فترة، فاحنا هنتكلم على محافظات موجود فيها اختبارات مجانية تماما. هقول لك على كل التفاصيل في الفيديو ده، فانت لو اول مرة بتتفرج علينا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. ندخل في تفاصيل الموضوع عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، وهنتكلم عن اختبارات رايد تو دريم المجانية في جميع محافظات مصر. طبعا اتعمل او كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن محافظة اسوان والاقصر والمنيا وسوهاج وكذا محافظة من محافظات الصعيد. احنا في الفيديو بتاعنا بقى النهارده هنكمل بقيه المحافظات، وهقول لك الميعاد يوم ايه بالظبط، وكمان هسيب لك رقم للمسؤول او المنظم للاختبارات في المحافظه ديت علشان تقدر ان انت تتواصل معاه علشان تعرف تفاصيل اكتر. يعني لو انت عايز تعرف الملعب هيكون ملعب ايه، عايز تعرف هتبقى الساعه كام، عاوز تعرف اي حاجه حابب ان انت تسال عليها، هتقدر تعرفها من خلال تواصلك مع الرقم ده، لان انا كل المعلومات اللي عندي هي اسم المحافظه اللي هيتعمل فيها الاختبارات، وتاني حاجه اليوم هيبقى يوم ايه بالظبط، ورقم للمسؤول هناك. هي دي كل المعلومات اللي معايا وهقولها لك في الفيديو ده. نيجي بقى لاول محافظه معانا وهي محافظه الفيوم، وطبعا محافظه الفيوم هيكون فيها اختبارات رايد تو دريم على مدار 3 ايام في اماكن مختلفه طبعا. وكمان يا جماعه الاختبارات ديت خاصه بمواليد 2012 و13 و14 و15 بس، وطبعا ده مشروع لانتقاء المواهب، هو مش نادي، هو يعني مشروع كده لانتقاء المواهب. اللاعيبه بياخدوها طبعا بيجهزوها سواء تمرينات سواء تعليم، الكلام ده كله هم بيتكفلوا بيه وبيظبطوا الدنيا. اول حاجه محافظه الفيوم يا جماعه الاختبارات هتكون فيها يوم 3/6 و4/6 و5/6. طيب رقم المسؤول في محافظه الفيوم اللي انت تقدر تتواصل معاه هو كابتن يعني كابتن احمد درويش، الرقم بتاعه 0093333834. الرقم تاني 0093334، ده رقم كابتن احمد درويش في محافظه الفيوم. تقدر ان انت تتواصل معاه تعرف الاماكن اللي هيبقى فيها الاختبارات، لان طبعا الاختبارات كل يوم هيكون في مكان مختلف عن اليوم الاولاني، فانت تقدر تتواصل معاه وتعرف الاختبارات هتبقى يوم السبت 3/6 والحد والاثنين. تمام، نيجي بقى لمحافظة القاهرة، ودي هتبدا يوم الاربع يوم 7/6، وهيكون كمان يوم الخميس 8/6. تقدر تتواصل مع كابتن صبحي طبعا الرقم بتاعه يعني 012-10-8-5-7-5-7-4-6-1-8. نيجي بقى لاختبارات في محافظة القاهرة، وطبعا هتكون يوم 7/6 ويوم 8/6. بص انا هقول لك على المواعيد تمام، وفي الاخر كده هسيب لك صورة فيها ارقام للمدربين او المنظمين للاختبارات في جميع المحافظات، فانت تشوف المحافظة بتاعتك وتشوف الرقم في الصورة اللي انا هسيبها لك في الاخر. تمام، نيجي بقى لتالت حاجة وهي محافظة القليوبية، وهتبدأ يوم 9/6 وهتكون كمان يوم السبت 10/6، والتصفية مع محافظة القاهرة هيبقوا هما الاتنين في يوم واحد اللي هو يوم 11/6. نيجي بقى للشرقية، هتبقى يوم الخميس 15/6 ويوم الجمعة 16/6. وطبعا نيجي بعد كده لمحافظة الدقهلية، والدقهلية هتبدأ يوم 17/6 ويوم 18/6، وكمان عندنا كفر الشيخ هتبدأ يوم 20/6 ويوم 21/6، وهتبقى التصفية بتاعتهم يوم 24/6، ومحافظة الغربية هتبقى يوم 22 وهتبقى يوم الجمعة 23، وهتبقى التصفية يوم السبت 24، ومحافظة دمياط هتبقى يوم الحد 25/6. وطبعا عندنا الارقام زي ما قلت لك هسيبها لك دلوقتي هتظهر معاك على الشاشه. شوف انت من محافظه ايه، او انت حابب تروح اختبارات رايد تو دريم في انهي محافظه بالظبط في المحافظات اللي احنا اتكلمنا عليها، واختار الرقم بتاع المدرب المسؤول عن الاختبارات وكلمه، اعرف منه الملعب هيبقى فين، اعرف منه الاختبارات هتبدا الساعه كام، واعرف منه اي تفاصيل انت عايز تعرفها. لو انت عندك ابن مواليد من 2012 لحد 2015 فهي فرصه كويسه جدا ليه في السن ده، ممكن فرصه مجانيه تماما تقدر ان انت تجرب وتشوف الدنيا فيها ايه، وطبعا هي خاصه بالسن ده بس. وهسيب لك الرقم او الرقم ظهر قدامك على الشاشه تقدر ان انت تتواصل معاهم. وكده تبقى خلصت حلقه النهارده، لو انت حابب تسال في حاجه سيبها في الكومنتات على الفيديو ده وهيتم الرد عليك.